مجالس شماليه بها عزنا. بيت الشعر قبل النار، بيت الشعر سبحان الله له طعم غير الاستراحه وغير طب اضف اليه طبعا النار وشبه النار والخلا خاصه، احنا الان نعتبر خلا. والدريف الضعيف اللي يترد حايله 15 عام، وانا بزود حشمه ودناهم اللي طبطني فضايله والله يا لولا. اقول المملكه محظوظه في ملكها، عبد الله العبد العزيز الفطيني، صقر العروبه والقلوب امتلكها، اشرف ملك بالكون دنيا وديني، لان الشريعه في مسارها سلكها، خادم المكة والبقيع المدينة. أطلقوا النار عليهم على أهل الجيش النمصان ونهزموا، لأنهم لا يعرفون التعامل مع السلاح الموجود كالوقت، لأنه بندقية وربما أنها تكون طلقية أو منها السلاح. أقول يا هيه يا راعي الذلول الردومي، سلم على اللي بالرجولة لهم كار. الخير اللي بيده النقص والزود، يعطي ويمنع ماضي ما يريد، ولي أمر أمر فلاه مردود، ولي دعاه العبد ما هو بعيد، يعلم سرايرنا وصاحب الجود، أقرب لنا من خيط حبل الوريد، وكل علينا اثنين حفاظ وشهود رقيب. على طيب الشمالي شمالية بهدا سعدنا لما تلقينا الاتصال في رغبتكم زيارتنا في محلنا، وهذا شيء شرفنا، وهذا الفضل يعود لله ثم لمن أسس هذا المخيم. نعم. والهدف من تأسيس هذا المخيم هو جمع الجماعة والعزيزين علينا. قالوا والله يحييك، قلطوا يما، تفضلوا يا رجال وقلطوا يما، مشوا بالنار يما. لكن احنا برضو مع قصرة نطلع وننصب الخيام، منطقة حائل تشتهر بالشيء هذا، فكل إجازة يعني سنويا يعيدون الحقيقة الماضي. يقول جتنا من المنشا بروقة ترفي، يسوقها الغربي تقل مستخيفة، من خلف جبانة تخشومة تشفي، تقلقلت مثل الجبل يوم شيفة، وهبت جنوب الشارداتة تضفي. لكن في الأول وفي الأخير بالنسبة للاجتماع هذا واللقاء والمخيم هذا ضروري جدا أنه يجمع الزملاء والأنساب، فأحيانا في بعض الأمور أهل واحد يضحي حتى في مسألة أنه يتابع مباراة مقابل أنه يجتمع. مهرجان أو زيتون ميز المنطقة عن بقية المهرجانات. سمعت ملهوف الحشام ارسل لي رسالة تجعلني أسرع بفرقة. لكن تقريبا يمكن عبد العزيز متى يمكن بديت أطلع وبديت أشارك قبل كده وأنا صغير، بس ممكن 3 سنين الأخيرة اللي ممكن بديت أشارك أكثر. مجالس شمالية بها عزنا الماضي، مجالس على قريبا تغنى الكرم.